كورونا أولوية الحكومة لإنجاح الدخول الجامعي. كل هذا وأكثر مع الأستاذ فتح سريبلي رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة الحاضر معي في الأستوديو. أهلا بك سيدي الكريم، شكرا لقبولكم الدعوة. كما يحضر معنا أيضا في مداخلة عبر الهاتف وعلى المباشر الأستاذ محمد الطاهر حليلات رئيس جامعة ورقلة. أهلا بك سيدي الكريم، صباحك سعيد. صباح النور، مرحبا بك الأخ. أهلا بك وشكرا لقبولكم هذه المداخلة. شكرا. نبدأ مع الأستاذ فاتح سريبلي رئيس منظمة الطلابية الجزائرية الحرة. سيدي الكريم، ملف الدخول الجامعي على طاولة مجلس الوزراء اليوم الأحد، أكيد عديد النقاط سيتم التطرق إليها، أهمها كيف سيكون دخول جامعي سلس مع التزام ومع تحديد تدابير وقائية احترازية ضد جائحة كورونا من أجل حماية الطالب والأستاذ أيضا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، مشكور أخي على الاستضافة. لا بأس يعني أن ربما نتكلم قليلا عن البروتوكول، ربما حتى يعني نوضحه جيدا لزملائنا الطلبة، أنه صراحة الحكومة اتجهت إلى ما يسمى بالتعايش مع هذا الفيروس من خلال يعني كما تلاحظون الفتح كثير من يعني ربما المساجد، المقاهي، الفنادق، يعني هذا يعني ما يدل على تعايش مع هذا الفيروس، وهذا يعني ما اتجهت إليه كثير من دول العالم. قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في لقاءات سابقة يعني رحنا إلى توجه نحو الدخول الجامعي عبر دفعات وتقسيم لأفواج ابتداء من 23، ولكن لا بأس أن نذكر بأن هذا البروتوكول هو بروتوكول مرن خاضع لخصوصية كل مؤسسة جامعية. أكيد. وبالتالي مؤسسة جامعية الآن بالتنسيق مع خلايا الأزمة يعني حطوا بروتوكول يعني خاص بكل مؤسسة جامعية. البروتوكول هذا يعني كما هو معروف وما نذكروا فيه ونوضحوا بعض النقاط الأساسية اللي يعني تقلقت أو قلقت كثير من زملائنا الطلبة. البروتوكول هذا يعتمد على نظام دفعات، والدفعات يعني تكون فيها تقسيم للأفواج يعني استمرارية في نوعية التعليم، سواء عن تعليم عن بعد وكذلك التعليم الحضوري. احنا في الحقيقة ربما نتكلموا بصراحة، أنا شخصيا كنت ضد التعليم عن بعد لأن ضعف الإمكانيات لدى الطلبة وكذلك نقص التكوين لدى الأساتذة طبعا، خلات أنه التكوين أو التعليم عن بعد راح يكون أو يأثر سلبا، لكن الغالب لضرورة أحكام فرضت علينا هذه الجائحة أنه نتماشى مع تدريس عن بعد، وهذا التدريس عن بعد يكمل يعني حتى يعني من بعد إلى غاية زوال الوباء. بالنسبة للتعليم الحضوري، أنا حبيت نوضح نقطة لأنه في تواصلات حديثة مع وزارة التعليم والبحث العلمي قالك بلي التعليم الحضوري ليس إجباريا، يعني طلبة اللي يحب يجي مرحبا به، واللي ما يجيش يكمل تدريس عن بعد، ربما اللي عنده إمكانية يكمل تدريس عن بعد، اللي يحب يجي مرحب به، طبعا يخضع إلى نظام الدفعات. هذا يعني شيء أساسي. بالنسبة لنقطة أساسية أيضا أخرى هي قضية التقييم، يعني الامتحانات هنا سؤال المطروح لدى الكثير من الطلبة، وكيفية التقييم الآن إذا كان ندرس عن بعد، وهذه تبقى من خصوصية أيضا مؤسسة الجامعة بالضبط. قضية التقييم وحتى التحصيل أيضا. نعم. العلمي والمعرفي. طبعا هذه تبقى من خصوص من 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 صلاحيات فرق التكوين في المؤسسات الجامعية، هي اللي تمد طريقة التقييم، يعني كيفية يعني الامتحان. فيه ناس يعني فيه آراء تقول باللي نعتمد فقط على المواد الأساسية، بالنسبة اللي عفوا التعليم أو التقييم عن بعد راح يكون في المواد الغير أساسية. أما بالنسبة للمواد الأساسية راح يكون فيها لازم يكون فيها يعني الحضور، وهذه تبقى من صلاحية فرق التكوين. إذا الشيء ركزوا عليه أنه التعليم أو التدريس الحضوري ليس إجباريا، هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا بالنسبة للشق الاجتماعي، الإدارة الآن يعني تابعنا الكثير من الإقامات، فيه وعليه، فيه الإقامات اللي راها مجهزة نفسها جيدا وتسعى إلى تطبيق هذا البروتوكول الذي من ناحية نظرية ثري جدا، من ناحية التطبيق أراه يعني إذا كان فتنا يعني 60-70% رانا ملاح نظرنا ونظير الإمكانيات اللي لدى وزارة التعليم العالي، ونظير أيضا الإرادة للأسف عند بعض المسؤولين اللي يتمشوا دائما عكس التيار ويحبوا يستغلوا هذه العثرات. نظن باللي ما نتكتفوا كامل، نحطوا كل الصراعات جانبا، نحطوا كل الحسابات جيدا. الجائحة جائحة عالمية، الظرف ظرف استثنائي، صحة الطلبة، صحة عائلتهم من أولى الأولويات. أشير إلى نقطة فقط، يعني بالمناسبة اليوم سيعقد مجلس الوزراء، أنه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يطرح نقطة
يعني ومشكله يعني كبيره هو قضيه النقل. الان صحيح طلبه في ربما في ولايات اخرى كيف يعني يتنقل العاصمه، يعني تكلم عموما مشكله النقل هذا يبقى مطروح مفروض على وزاره التعليم العالي والبحث العلمي انه توضح للراي العام كيفيه التعامل. احنا الحجر الان راك تشوف من الى غايه 29 والانطلاقه تكون في 23، كيف هذا؟ هذا هو السؤال المطروح على وزارة التعليم العالي. أكيد ملف من الملفات المتعلقة بدخول الجامعة التي ستطرح على طاولة نقاش مجلس الوزراء. أستاذ محمد طارح ليلات رئيس جامعة ورقلة، ما رأيك سيد الكريم في كل هذا؟ نعم، أولا أشكرك على الدعوة وأشكر أخينا وطالبنا سيد فتحي. طبعا الجزائر ليست في منأى من العالم يعني في هذه الجائحة الخطيرة التي أدت يعني بأرواح الكثير من المواطنين والأبرياء والزملاء، والذي يعني يستغل الفرصة نترحم عليهم من أطباء وأساتذة جامعيين وحتى يعني مواطنين عاديين. ثانيا، الأزمة ما زالت مستمرة إلى حد الآن، والجامعة الجزائرية ككل القطاعات الأخرى هي في الواجهة بالنسبة لهذا الوباء الخطير الذي أتمنى من الله عز وجل أن يرفعه في أقرب الآجال إن شاء الله. إذن بالنسبة أعود إلى الدخول الجامعي ونهاية أو الانتهاء من السنة الجامعية 2019-2020. أولا أريد أن أذكر بأن الوزارة يعني فكرت كثيرا بالتنسيق مع كل الجامعات جامعات الوطن من أجل إنشاء خلية وطنية لمتابعة وتسيير انتهاء سنة الجامعية 2019-2020 وتحضير لسنة الجامعية 2020-2021. إذن هذه الخلية انبثق عنها عدة خلايا على مستوى الوطني، أي كل جامعة وكل مركز جامعي له خلية محلية. الخلية المحلية طبعا مكونة من رئيس الجامعة، من نوابه، من الأمانة العامة، من منظمات الطلابية، من منظمات العمال والأساتذة، أي تكوينة تمس كل تشكيل الجامعة حتى أن كل طرف يبدي برأيه في مشروع نهاية السنة الجامعية وانطلاق السنة الجامعية الجديدة إذا هذا الوباء الخطير الذي ألم بنا. إذن بالنسبة لجامعة ورقلة هناك طبعا بروتوكول كما تحدث عليه الأخ فتحي، بروتوكول وطني صادقت عليه اللجنة الوطنية للصحة طبعا، وكان مقترحا من طرف الجامعات وبلور من طرف الوزارة ووضع تحت اللجنة الوطنية للصحة وقامت بالتصديق عليه. البروتوكول هذا يعني يوصي، طبعا هذه توصيات وطنية، يوصي بأن التدريس أولا كما تفضل به فتحي يكون عن طريق دفعات، أي بمعنى الأسبوعين الأولين سيخصصان فقط للسنة أولى جامعي، ثم أسبوعين لسنة ثانية، ثم أسبوعين لسنة ثالثة، وسنة أولى ماستر. وبهذا كل جامعة أو كل مؤسسة جامعية على المستوى الوطني ستشتغل بثلث عدد الطلبة. وهذا سيعطينا أريحية تامة بالنسبة للتسيير وبالنسبة يعني لاجيستيون تاع وجود الطلبة في الجامعة وكذلك في الإقامات الجامعية، بحيث أنه سيكون هناك اتساع في المقاعد البيداغوجية، اتساع بالغرف، اتساع في النقل. وبهذه الطريقة الحضور حسب البروتوكول ليس إجباري بالنسبة للطالب، أي كل طالب مستطيع أنه يقوم بالدراسة أو بنقل أو يعني التحميل الدروس عن الموضوع عن طريق المنصة الإلكترونية لكل جامعة فله ذلك، ومن أراد الحضور فله ذلك كذلك، أي الحضور ليس إجباري ولا يحاسب عليه. نعم. وبهذه الطريقة جامعة قازم الباح ورقلة هيئت كل الظروف اللازمة لاستقبال الطلبة من حيث انتهاء السنة الجامعية 2019-2020، ونحن مستعدون يعني بكل إمكانياتنا. زيادة على هذا
تقريبا اكثر من 90% من الدروس وضعت على المنصه الالكترونيه للجامعه، بحيث ان الطالب الان بكل سهوله يستطيع تحميل هذه المحاضرات والدروس ويدرسها في منزله، واذا اراد زياده يعني مراجعه او زياده المحصول التحصيل فما عليه الا الحضور الى الجامعه. نعم. وما طيب. اكتفى نعم اعتذر منك استاذ محمد طرحيات، اريد فقط ان احيل كلمه للاستاذ فاتح سريبلي رئيس المنظمه الطلابيه الجزائريه الحره فيما يخص النقطه التي تحدثت عنها المتعلقة ببروتوكول نظام الدفعات. هنا سؤال يطرح نفسه أستاذ، لأنه ربما ما هي التدابير التي يجب اتخاذها خاصة من أجل، لأنه سؤال يطرح نفسه قضية التحصيل العلمي والتحصيل الدراسي والمعرفي للطالب بتطبيق هذا البروتوكول. سؤال يطرح العديد من علامات الاستفهام، كيف أو كيف يجب أن نتعامل مع هذه النقطة حتى أنه ما يكونش في إشكال في لأنه صحيح حماية الطالب صحيا أولوية، لكن أيضا تقديم مستوى معرفي وعلمي للطالب أولوية أيضا. شوفوا أصلا نظام الدفعات ولا هذا البروتوكول صحي المعتمد كما قال الأستاذ، تحية لها لم أجد، المعتمد من طرف وزارة الصحة، هو المبدأ الأساسي هو تحقيق مبدأ التباعد الجسدي، هذا هو الشيء الأساسي. قضية التحصيل يعني بتخليني بهذا الشكل نعود إلى سلبيات التدريس عن بعد، وهذا الشيء اللي قلناه في البداية. يجب تطوير هذه العملية، يعني صراحة ربما نوضح، تدريس عن بعد هي منصة شركة، هذه منصة موديل، هذه منصة عالمية، يعني أي جامعة ولا أي واحد يحط اللوغو تاعه ويخدم عادي جدا، ربما يضيف بعض الخصوصيات ويصرف يعني أو يخلص عليها، لكن في الحقيقة لا، يجب توجه نحو على سبيل المثال تطبيقات جديدة تعتمد على تدريس الحضوري عن بعد، هذا هو الأساس. إذن المشكلة هنا، تكلمت مع الوزير السابق الأستاذ شيتور وتكلمنا أيضا مع الوزير الحالي، يجب تطوير تدريس عن بعد، نستغلوا الفرصة الآن. صحيح احنا الطالب يعني حقيقة حتى في حالات العادية يحضر تمدلو كوبي ولا تمدلو دروس مطبوعة، مش هيستفاد منها، يعني هو حاضر بعقله بجسده وكذا وما هوش راح يستفاد منها، فما بالك تمد له الان PDF وتعطيه وكانك ترسل فيه عبر الايميل يشوفه يقراه ويجي. هذا مشكل من اساسه، يجب معالجه هذا المشكل من اساسه، هو قضيه التدريس عن بعد، هذا هو الشيء. قضيه الاسبوعين هذه كما اجاد الاستاذ هي عمليه يعني مراجعه فقط، يعني اما الاساس كله من هذا البروتوكول وتحقيق مبدا التباعد. جميل. أستاذ محمد طاهر حليلات، ما رأيك في هذه النقطة؟ كيف يجب التعامل معها من وجهة نظركم سيدي الكريم؟ وفي سؤال ثاني أيضا، هل جامعة ورق لا تملك الإمكانية اللازمة من أجل تحقيق كل هذا؟ أستاذ محمد طاهر حليلات رئيس جامعة ورق، لا أنت معي؟ يبدو أن الأستاذ محمد طاهر حليلات رئيس جامعة ورقلة لا يسمعني جيدا. أعود إليك أستاذ فاتح سريبلي، نبقى دائما في نفس السياق. في نقطة أيضا مهمة متعلقة بإمكانيات كل جامعة، هذه أيضا نقطة تطرح نفسها، لأنه الطالب الذي يدرس في جامعة تملك إمكانيات اللازمة ليس نفس الطالب، ومش حتكون عنده نفس التحصيل ونفس الحماية أيضا في جامعة أخرى تقل إمكانياتها. شوف ما تعليقكم؟ شوف بالنسبة للإمكانيات أنا لا أعيب الجامعة بل أعيب مسؤوليها، لأنه أنا نظن باللي المبلغ المالي اللي تمده الدولة أو تمده الوزارة لجامعة إكس هي نفسها تمدها لجامعة إيكغريك، وبالتالي تبقى المشكلة هنا. اسمحوا لي على كل حال أستثنى، ولكن من حقنا يعني نقدهم هذا الشيء، نقدهم إيجابا. هنا المشكل يبقى في المسؤول في حد ذاته، كيف يتعامل، كيف يعني يوفر إمكانياته، وهنا يعني مشكل يدخل عامل آخر عفوا، وهو عامل التخصصات. الجامعات التي تحتوي على تخصص الطبية نفسها ميشيل نفسها، الجامعات اللي ربما 90% من تخصصاتها أدبية، يعني هذا مشكل، ولكن دائما أنا أعيب المسؤول في حد ذاته. صح مشكل الآن ظهر مشكل الإمكانيات، ولكن المشكل الإمكانيات علاه ما كانش في السابق، علاه ما كانش في السابق.
هذا هو السؤال الذي طرح زوبي لها، وهذه هي للأسف على كل حال ربما نتكلم يعني هذا ما يدفعني إلى تكلم على قطاع آخر وقطاع الخدمات الجامعية الذي أعتبره يعني للأسف الشديد هو بؤرة فساد يعني حاشا الخيرين في هذا القطاع الذي يجب معالجته يعني في القريب اليوم قبل الغدوة. هذه الجائحة اللي يعني من إيجابيتها أقول خلات نكشفوا يعني حجم الحقيقي للجامعة الجزائرية، خلتنا نكشفوا الآن سلبيات الجامعة الجزائرية اللي مفروض تعالج يعني تكون معالجة نتاعها أنية. الكثير يعني من المؤسسات تشتكي الآن ضعف الإمكانيات، سابقا وعلى ما شكاتش وضعف الإمكانيات الآن وش هو؟ توفير المعقم، توفير الكمامات، وش هو الشيء اللي ما يقدرش يوفره؟ يعني راك معايا اخي طارق، هذا هو الشيء اللي نبغي نتكلم عليه. هنا كله تعتمد على التدريس عن بعد، ضعف الانترنت في الجامعات، هذا ضعف الانترنت لماذا لم يعالج سابقا؟ ضعف ربما هنا نتكلم لك للاسف الشديد وسمحوا لي انه موقع سيت ما كاش في كليه، هذا ما هوش، هذا مش ضعف امكانيات، ضعف ذهنيات. هذا هنا المفروض المسؤول اللي يعالج هذا المشكل، نظن هذا هو اللي على يعني بال 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 بالمقابل فيه مؤسسات جامعيه اللي ناجحه، اذكر على سبيل المثال جامعه البويره، اذكر جامعه المسيله، فيه جامعات نموذجيه ما شاء الله. اذا دائما ترجع انا نظن للمسؤول في حد ذاته وذهنيات القائمين على هذا القطاع. استاذ محمد طاهر حليلات، سيدي الكريم انت معي الان. نعم جميل، استمعت لما قاله الاستاذ فاتح سريبلي، اريد ان اخذ رايك سيدي الكريم فيما يخص هذه النقطة. ليست قضية كما قال فاتح سريب، ليست قضية ضعف إمكانيات وإنما قضية ضعف عقليات. ما تعليقكم فيما يخص هذه النقطة؟ لا والله أريد أن أعلق على كلام ابننا وأخينا وطالبنا فتحي، أقول بأنه كل مسؤولي الجامعات يعني يعملون ليل نهارا ويكدون يعني بكل ما أوتوا من قوة وحكمة من أجل تسيير الجامعة والوصول بها إلى أعلى المستويات، ولا أشك في أن أي زميل من الزملاء أنه يتهاون أو يتراخى عن أداء مهمته من أجل إنجاح الطلبة ومن أجل أداء جيد للطالب ومن أجل يعني تسيير الجامعة في ظروف حسنة وجيدة. نعم. مع هذا لا ننسى أنه في سنوات مضت كانت هناك بحبوحة، أما السنوات الأخيرة فلا ننسى أن هناك أزمة اقتصادية خانقة وخانقة جداً، والجامعة الجزائرية كذلك مست من طرف هذا ومن قبل هذا الأزمة، لكنما المسؤولين على مستوى كل الجامعات يعملون من أجل يعني التسيير الجيد. بالنسبة لجامعة ورقلة، الدخول الجامعي أو تهيئة الانتهاء من السنة الجامعية والدخول الجامعي هو على قد ما ساق، بحيث أننا وفرنا كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة من أجل إنجاح هذا الدخول. على سبيل المثال أن كل الأساتذة وجامعة قازي مذباح ورقلة بها 1200 أستاذ من الأساتذة الخيرين يعني على المستوى الوطني، قاموا بوضع كل الدروس والدعائم البيداغوجية على المنصة الإلكترونية وتعدت 95%، أي أن الطالب لا يجد صعوبة من أجل تحميلها. إضافة إلى هذا فنحن الآن بصدد تحميل كل الدروس على ديسيد يعني أقراص مضغوطة، بحيث أننا سنعطيها للطلبة، حتى الطالب الذي يجد صعوبة من ناحية الإنترنت سيجد قرص مضغوط بحيث أنه سيراجع بأريحية. إضافة إلى هذا الأقسام والمدرجات عقمت وهيئت، إضافة إلى هذا كذلك لقد اقتنينا عدة أجهزة قياسة الحرارة، عدة أجهزة تعقيم. أما بالنسبة لكلام الأخ فتحي أن الجامعة يقول بما هو المانع أنها لا أدري بالنسبة للمعقم، أو أقول له فقط يعني أنه في بداية الجائحة جامعة قازي مرباح بورقلة قامت بتحضير يعني كميات كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لمستشفيات كل الولاية وبالنسبة للإدارات هنا في الولاية. لكنما الإشكال الموضوع الذي يواجهنا ليس في
كيفية تحضير أو ما شابه ذلك. المادة الأولية غير متوفرة بتاتا على المستوى الوطني، وأقصد بذلك الكحول. ونحن الآن بصدد يعني اقتناء كمية من الليبافات، يعني القناع الواقي. نعم. القناع الواقي، وإضافة لهذا مركز البحوث الكرابسي على مستوى العاصمة راح يعني بصدد تحضير كميات هائلة من المعقم، وستوزع يعني هذه الأيام بالنسبة لكل الجامعات حتى يكون هناك يعني دخول جامعي آمن بالنسبة لكل جامعات على المستوى الوطني. إن شاء الله. سيدي الكريم، في عجالة فقط لو سمحت حتى نختم هذا النقاش أيضا، أكيد دخول جامعي استثنائي بين جائحة كورونا وبين المحافظة أيضا على صحة الطالب والأستاذ والعامل في الجامعة بصفة عامة، وأيضا محافظة على قيمة التعليم الجامعي وقيمة الجامعة وقيمة الشهادة أيضا التي تقدمها الجامعة. نعم طبعا نحن كما تفضلت آنفا أننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة بحيث أن الطالب سينهي السنة الجامعية وهو محمل بأنباجاج، يعني بمعلومات التي درسها، ولا نحبذ يعني أننا ننهي السنة الجامعية هكذا وينتقل الطالب بجزء من المعلومات. لا، نحن بصدد أن الطالب إذا انتقل بعد الامتحانات إن شاء الله سينتقل بمعلومات علمية أكاديمية يعني تقيم له السنة الجامعية بحقيقة الفعل يعني. وهذا ما سيجري إن شاء الله. عندما أقول جامعة قزم الرباح هو على كل الجامعات الجزائرية، لأن هناك يعني مراقبة من طرف الوزارة الوصاية، ومراقبة من طرف اللجنة الموجودة على مستوى الجامعة، ومراقبة من طرف اللجان البيداغوجية والهيئات العلمية كذلك. فإذا نحن لا نرضى أن الطالب ينتقل بجزء من المعلومات، لكنما سينتقل إن شاء الله بجدارة وبمعلومات كاملة إن شاء الله. جميل، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد طارح ليلات رئيس جامعة ورقل على هذه المداخلة. عودي لأستاذ فتح سريبلي رئيس منظمة طلاب الجزائر الحرة حتى أختم معه هذا النقاش. كما قلت صحيح دخول جامعي استثنائي، لكن بين وفي ظل جائحة كورونا وضرورة المحافظة على صحة الطالب وصحة العامل في الجامعة، وعلى أيضا المحافظة على قيمة الجامعة أيضا. شوف أستاذ، اسمح لي فقط يعني أعلق قليلا على كلام أستاذنا الفاضل حتى أوضح له نقطة أساسية. لما تكلمت على المسؤولين، على مسؤولين يعني لهم كل احترام والتقدير ومشكورين على تصديهم لهذه الجائحة بكل ما أوتوا من قوة، أنا لا أتكلم على سوء التسيير، بل أتكلم على العقليات. تكلم الأستاذ قبل قليل قال باللي لغالب ضعف الجانب المادي هي اللي خلات الشيء هذا. لا، أنا لما تكلمت على ضعف العقليات وشي هو أخي طارق، حبيت نقول باللي الجامعات لماذا لا تنفتح على العالم الخارجي تاعها في الولاية تاعها فقط، خليها الجامعة في حد ذاتها هي اللي دخل تكون عندها دخل مالي، يعني ما تكونش يعني تستنى فقط البيجي تاع الدولة ولا لا. هذا هو اللي حبيت نوضح. أنا لما قلت ضعف ذهنيات لم أقل ضعف تسيير، لا، ضعف ذهنيات وضعف عقليات هو كيفية الانفتاح على العالم الخارجي، كل في منطقته، كل في ولايته، وحسب كل يعني حسب كل خصوصيته. بالنسبة لقضية صحة الطالب، صحة الطالب هي أولى الأولويات. لذا احنا مع الوزارة الوصية قلنا في البداية أنه ما نفرضوش على الطلبة أنهم يكونوا حضور، حتى الفيروس لم يختفي الآن، ما زالت حالات الإصابات راكم تشوف كما قلت قبل قليل حوالي أكثر من 500 إصابة. يعني خاصة يعني لما يدخلوا طلبة في 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 دفعة واحدة، أكيد يعني لا قدر الله يعني تكون تصور بتكون فقط إصابة واحدة، راح تكون فيه في 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 حالات كثيرة. إذا احنا أولا نتفائلوا بخير إن شاء الله.
والطلبه في حد ذاتهم طلبه واعيين، كيما راهم عايشين لبرا راه يعيشوا لداخل، مع تطبيق يعني التطبيق هذا والمساعده في تطبيق هذا البروتوكول من تحقيق تباعد، من عدم استعمال الاغراض بين الطلبه الى التعقيم الدوري، تعقيم ايضا الغرف يعني ما يتكلوش على الاداره في حد ذاتها. اذا كل هذه الامور اللي ان شاء الله تخلينا نجوزوا هذه الازمه ونستكمل السداسي الثاني بسلاسه وننطلق ان شاء الله في الموسم المقبل ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا لك استاذ فاتح سليدي رئيس المنظمه الطلابيه الجزائريه الحره لوجودك معنا اليوم على هذا النقاش ايضا. عايش.